اتصلوا بنا البارح بلديه وعملوا لنا الحدايد تماك وهذيك وكل شيء. جيت هنا كنجريو هذيك قلت لهم ياك لاباس شني كاين، قال لك لا حقا نشدوا الدار غادي تطيح مع الطيح كذا هذيك الدار مع الطيح شي فيها اولادنا فيها مسائل فيها عائلتنا فيها كل شيء. الحمد لله اتصلوا بينا وهضروا معنا وكل شيء وهذيك قلت لهم خصنا نشوفوا ما يفيد. مشيت معاهم الاداره شفت داك الشيء عند الايض جبرت عنده داك الشيء هذاك من الولايه داك الشيء مزيان كامل وكل شيء وهذيك قلنا له دابا هذا الحدايد ما يمكنش يبقاو هنايا هذا الحدايد حاصرين الطريق. قال لك اسيدي غادي نخرجوا الميزانيه ويجيو يصلحوا. قلنا لهم حنايا ميزانيه ماشي شي حاجه كبيره، اذا غادي تعدلوها عدلوها، ما تعدلوها شي احنا مستعدين نعدلوها. قال لك اسيدي صافي ما خصهم لا صداع لا مشاكل لا حتى شي حاجه. شبرنا مشينا فحنا جينا اليوم من عندهم من هنايا هضرنا ورينا لهم لافتات المسائل هذيك. قال لك اسيدي غادي يجيو غيعدلوا داك الشيء وحنا فرحانين بهذا الشيء هذا الا عدلوه كل شيء. حنا فرحانين ما عدلوه شيء غادي تكون شي حاجه اخرى. نهار اللي غتكون الزياره الملكيه ديال سيدنا غادي نجيب العائله كامله وغادي نجي من هنايا وغادي نقول شي مسائل اخرى بالحق. الحمد لله تعاملوا معنا وسي الوالي هو اللي عملنا له الشكايه وتوصلت له وعطانا المصلحه ديالنا وخرجت الاداره وشافوا كل شيء وشافوا المسائل. قال لك اسيدي عاجلا غيصلحوا داك الشيء في 15 يوم حنا قابلين الحمد لله واللي عملوا حنا قابلين بالحق. الا ما عملوش داك الشيء هذاك ما يخليوناش داك الحديد وداك الزرب وداك الشيء تمايا، واذا ما عندهم شي باش يصلحوا حنايا نمشيو نكلفوا وندبروا باش نصلحوا داك الشيء ديالهم هما. ما عندنا شي مشكل، الدنيا هانيه، نجيبوا البيطون نجيبوا السيما نجيبوا الحجر الممتاز نجيبوا كل شيء ونعدلوا داك الشيء. حنا هاد الشيء هذا كنا عملنا مشينا نعدلوا واحد الرخصه واحد الصنك هو اللي سبب هذا المشكل هذا. جبرنا التعرض واحد السيد الله يجازيه بخير هو اللي وقف معنا في هذا الشيء هذا، هو ديك استديو الهلال هو اللي نوض هذا الشيء هذا ونوض هذه البلبله هذه ونوض هذا الشيء كامل. حنايا فرحانين ملي نوض هذا الصداع هذا باش تصلح ديك انطرا. ما كانش ديك استديو هو اللي عمل هذا الشيء هذا ما كناش نوصلوا لهنايا. الحمد لله والانطرا 35 سنه باش معدله صحيحه مزيانه وكل شيء. خصهم يجيو يعملوا لها عيد دراسه معوطه. عملنا اللافتات ديالنا وصقلونا وقراو داك الشيء وجبروا داك الشيء الحق ديالنا. وقال لك اسيدي مشي حنا نتواصلوا بكم وغادي يقضيوا هاد المصلحه. اذا ما قضاوش هاد المصلحه هادي راه غادي نجي في واحد الساعه اللي غادي تكون فيها زياره ملكيه وغادي نجي لهنايا وعندي ما نقول عندنا واحد القنطره يعني مهمشه هي صحيحه وكيقولوا ايلا السقوط في الجراري في كارتي العوده. وعملنا الطلب ديالنا كان جاب خي واحد السيما والرمله باش يفينيها ويلبسها ويعدلها ويعملها واحد الصاريه من تحت. وجاو قالوا له بان خصك الرخصه، فعلا خصو الرخصه. مشينا باش نطلبوا الرخصه تعطلت. واحد مول واحد مصور تما حتى هو صحفي جمعوا الناس وجابوهم وقالوا لهم هادو غادي يزيدوا وقيلا يبنيو ويكبروا القنطره، يعني كذب عملوا وشايه كاذبه. الناس وقفوا وبداو كيغوتوا ما يمكنش القنطره غتريبو هما غادي يزيدوا. هذه نضدت ديك البلبله ديك الساعه شبروا ووقفوا. دابا ملي سمعنا هنايا يعني كاين واحد الميزانيه ديال الاصلاح جينا عندهم يوقفوا معنا لوجه الله، اما يعاونونا اما يوقفوا معنا ويشوفوا داكشي اللي غنعملوه
واش في الصالح ديال الجامع. حنا قلنا نعملوا الطوبو فين يمشي الماء ديال التسييق ديالهم وداك الشيء، ونعملوا كرابه يعني من فوق يكوب الكرابه والصباطات والحجر اللي مزيان. مستعدين نصلحوا حتى اذا ما بغاوش يصلحوا الكوت، مستعدين نصلحوا. وديك القنطره بناها بابا في 89، اكثر من 35 عام باش مبنيه وصحيحه. شني ماشي مفينيه، ماشي ملبسه مزيونه، ماشي مصبوغه، ما فيهاش الانارات. وعندنا حنا تحت الحوانات في ديك القنطره مفتوحين البيبان ديال خوتي وديالي انا، عندي المحل تما. واخا يشدوه اذا كانت يعني القنطره خطر، غير يشدوهم بالقرابه ويدفنوا ديك هذا ويعملوا الويدان. حنا مستعدين يشدوهمنا، غير الفوق تبقى الواجهه ضد الدار معوقه. واحد السياج على ديك جاوا الامن والقايد وكل شيء، وقالوا لنا بان القنطره انتم كتقولوا ايلا للسقوط. قلت له حنا ما قلناش ايلا للسقوط. المصور اللي قال ومن اللي هو قال احنا هاي ايلا للسقوط، شني الحل؟ خصنا نعدلوها، ماشي ايلا للسقوط. يعني خصو يهرس الدار باش يبقى له هو الشارع تحت. لا يعقل واحد كاري والناس كاملين الورط ديال بابا الله يرحمه، وكاملين بينا كل واحد شني كيستافد منه. واختي دابا جات من الخارج ما جبرتش فيه تجلس، دابا ممنوع تدخل خصها تكري. الذهيبي اللي تما مسكين خدام مع الزيانات كيشلل له امبارح كيبكي كيقول لهم انا عندي الخدام وعندي العائله ديالي، وانتم كتقولوا ما ندخلوش. سنين وحنا كندخلوا القنطره مزيانه. يعني هذا الشيء وقع غير بحال اللي غنقول لك انا، الله يحفظ كل نعمه عليها حاسود. شكرا. وعاش الملك، والله تعالى وتبارك يدخل الرحمه على الاميره لالا لطيفه، ويسكن ربي فاسح جناته. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.